مش عليكم من جديد في زون ميكس في اخر جزء من حصتنا اليوم مع ضيفنا اللاعب الدولي السابق، نحكي شوية على علاقته بالمنتخب التونسي. حمدي عملت عدد مقابلات مع منتخب محترم يتسمى 25 هكا اي حاجة هكاك. اي كيفاش تحكم على مسيرتك مع المنتخب؟ والله نحكم عليها يعني الحمد لله، يعني باهية. كانت نجم تخير تكون خير. كيفاش كانت نجم تكون خير؟ كما كانت نجم تكون اخيب، يعني اقدار يعني انا شو انا راضي جو ساتيسفي باللي كنت فيه في المنتخب. فما ظروف معينة وقتها ما تنجمش يعني تطلب اكثر من هكاك. شنو هي الظروف؟ ظروف يعني كونك انت باش تطلب تكور ديما ولا يعني ولا تقعد ديما انت موجود بارمي لي 11 ما هو ساهل وقتها. يعني علاش؟ بحكم فما عندك لي كونكيرون موجودين، يعني خالد اسامي كبيره، خالد بدره، راديج عايدي، بوقديده وقتها، وصبري جبله، فريد شوشين، فهمت؟ وعندك حاجه اخرى، فما عندك اسمه وقت سليم شيبو وقتها هو يحكم في ليكيب ناسيونال. معناها تاكد الكلام اللي قالوه برشا ملاعبين انه هو كان يحكم في المنتخب. مش تاكد، هو هذاك هو الصحيح، يعني ما فيش تاكيد. هذا الناس الكل تعرفوا، هذا مش حاجه جديده، ولا حمدي مرزوق باش يجي يقول حاجه جديده ما يعرفوهاش الشعب. كان هو يحكم فيها، يعني يتحكم في الملاعبيه، شكون يحكم حتى في المدربين، مش يحكم في الملاعبيه، يحكم في المدربين. شكون يهبط شكون؟ انا الفرصه اللي تعطات لي وقتها باش وقتها وكورت مع اوري ميشيل في 2000 ولا 2002. خاطر وقتها اونري ميشيل كاس فريقي عملنا خايبه ياس وقتها. هاي ما وقتها فما ظروف صارت راه اصابات جزائري وزيتوني وقتها، اي اصابات تاع جوارات مهمين اللي كانوا يعطيو لو بلوس وقتها ليكيب ناسيونال ما مشاوش. ميشيل الوحيد اللي ما سمعش كلام شيبو، ما حبش يسمع كلام شيبو، بحب يعني عنده هو رأي نتاعو وتفكيره وهو يحب يمشي بيه يتمشى بيه. سليم شيبو لا بروف هو ما قعدش برشا، قعد يمكن دو موا ترو موا فهمت، يمشي على روحه. نحا نتائجكم نتاعو كانت خايبه يا بارنا ابار النتائج وقتها. علاش وقت ما وقتها قلت فما لاعبين اكثر حاجه هي من نتيجه الكوب دافريك هي اللي خلاته وقتها باش يتنحى. كنت شاهد على حاجات وقتها صار في المنتخب؟ لا نتاع نحى ملاعبي وحط ملاعبي لا ما هذوكم شو حتى كانت راه شو فما نحكي لك حكايه برك. نحنا كنا فما جوارات دو ستاج نمشيو للستاج نترانيو ناكلو نرقدو يكملوا بيكم في الجروب، نكمل بيك البنك كان محتاج لك بنك اورفاري ميرسي منهم انت يا اخي. انا من برشا من العبي. وشكون اخر معاك؟ شكون معي؟ صبري جبله. شكون اخر ملعبيت الكلوب الظلمه في المنتخب؟ حاتم ترابلسي ايضا. يا ما كان فما طارق ثابت وقتها زاد ايضا في لي بوست معبين كان في طرف جبت لاكس فما بدر ايضا وجع عادي زاد. انا مانيش ننكر فهمتني في مردود طارق ثابت قيمه كبيره ولاعب كبير، اما حتى من لاعب وقتها قيمه كبيره ولاعب كبير ما يلعبش في على الاقل مره مرتين فهمتني. ما شيبوب من ناحيه يعني انت يلعب يوصل انت طارق. يوصل انت حتى مطرابلسي من باب ما باش تلقاه انت في 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 على البنك، يعني راه تشك مش تشك يعني تسال السؤال هذا تلقاه على الباب في المدارج تلقاه اورليست. شنو معناتها؟ معناها يلعب كانترق. طب انا نحكي لك الحكايه هذه شنو باش تقول؟ باش يلعب شكون؟ بوزيد مو باش يلعب طارق ثابت. بوبكر زيتوني هذا انت ظلم في المنتخب وقتها زاد؟ لا والله بوبكر بلوز موا يعني لعب مش ما لعبش، صارت له فتره اللي يلعب فيها وكان هو الحارس الاول نتاع المنتخب التونسي تصفيات كاس العالم اي لعب، يعني عنده كانت عنده شانس باش يكون يعني عنده عدد مقابلات مهمين في في المنتخب. مشيت لكاس العالم 98؟ لا كاس العالم 98 2002 سمحت 2002 أي. اما 98 لا وصلت وقتها فما شوا نتاع الجوار اللي باش يمشي الكوب دي موند. انا وقتها خرجت من ليستا وقتها. اسباب فنيه تستحق تخرج؟ شواء انت شنو مقتنع به ولا؟ انا وقتها ما زلت كي طالع واحد ما انا ما اعطيتوش قبلتها معناها ما قبلتها ما اعطيتهاش اهميه، حبيت نمشي
ككوب دي موند، خاطر واحد مش في اي وقت باش تمشي الكوب دي موند، تحل الباب وتدخل كوب دي موند، فهمت؟ قلت ما زلت صغير، وواحد وقت عمري 21 ولا 22 سنه وقتها، فهمت؟ ما زلت الايامات قدامي، توا ربي يسهل. 2002 مشيت كيف كيف زينوا بيك الليستا كما قلت. كالعاده نحن ديما راهو شو معظم شو النادي الافريقي في الوقت هذاك ديما يزينوا بينا الفترينه. ريان كو خاطر جمعيه كبيره وشعب كبير وجماهيره اكبر من اللي تتصور انت، يعني ديما لازم فما باش يكون واحد اثنين ثلاثه موجودين غاديك. حتى في اللعب في الكوره فهمتي، هان تشوفوا نحن على سنين ما نلقاوش برشا اسامي من الكوره. عادل السليمي كان يلعب وقت. عادل السليمي انت تحكي على عادل السليمي، هي والاخرين ايش بيهم ما يلعبوش؟ فهمت شنو حبيت نفسر لك؟ وابريتو عادل السليمي حتى كي لعب من بعد راه وقتها فهمت في سيسما خرج لبرا، راه مش في الكلوب، راه فرايبور فرايبورك وفي سيسما في نونت. يعني كي عيطوا له فهمت من نونت مش من النادي الافريقي. سي هي محسوب على الكلوب، محسوب على الكلوب، ما هو يلعب في نونت، شنو طلع في نونت والتيتولير ما يعيطلكش تلعب؟ كنت باش تلعب ماتش الثالث في كاس العالم، كنت باش نلعب ايه مع روسيا، هو روسيا هكا اي كان صدقني ربي يعني كنت باش نلعب. بعد كهو تبدلت الوجهه، حكى معاك المدرب قال لك باش تلعب انت و... لا لا ما حكيش معايا يعني ديريكتومون. اما الظروف اللي قاعده اللي صايره وقتها على اساس فم باش يبدل شيما تكتيك وراو يعني على اساس انا باش نلعب باش تلعب ويلعب في التفاعل صار وقتها. وصارت لي فما شكون وقتها جا والله نسيتو شكون يا سليم، والله العظيم نسيتو شكون جا قال لي راهو يا حمدي راهو حضر روحك راك باش تلعب مستاف تكنيك. نسيت شكون. ومن لونترينمون تفهم انت باش تلعب ولا بيان سور فوالا، خاطر تحطيت بعد من غدوه عطاك الدوسيال نتاع الكيب اللي باش تلعب فوالا. ومن غدوه تبدلت الحكايه الكل. فهمت؟ ما لقيت روحك على البنك. شو التكنيك ولا صار انا نعرف صار تليفون وقتها تنحيت به. هاد انت تعرفوا شو انت شو تليفون. نحن نسمع منك انت. يا اخي ما عرفتش تسمعوا مني انا وانت تعرف. هي تونس كامله تعرف. جا تليفون قالوا نحي حمدي هكا. يا اخي اول تليفون باش يجي للكيب ناسيونال. جاوا برشا تليفون. 7000 تليفون يجي توا الى يومنا هذا راه. بالك انت في بالك يعني حاجه جديده باش تصير. ولا حاجه والله غريبه كانت كيفاش يصير تليفونه تو ما عادش يعني كلها تليفونات. كلها تو في جمعيات ولا حتى كلها علاقات. غضبتك تنحيت اخر وقت بيان سور تغيظك ماتش في كاس العالم بيان سور. انا اوريزمون يعني انا موجود غاديك توجد ومشيت لك تسمى انا مشيت شاركت في كاس العالم. اما حبيت نشاركها حتى في ربع ساعه كأي لاعب كرغبة يعني وطموح من أي لاعب يكون باش يكون في كاريره. جات الأقدار ما كونش موجود هكاو الحمد لله. شو باش نقول؟ الله يهدي من كان السبب هكاو. سألتش علاش بعد؟ ما نسألش. قلت لك راني ما نسألش. ما يهمكش ما لعبتش. ما لعبتش باهي هاني عرفت. ومن بعد كان باش نغيرها الحكاية ونلعب والله نسهل ونقعد نبتبت للصباح. أما ساي لو مالي في ساي. كان 2004 ما كنتش قريب ولا حاجة. شنو؟ كان في الكان 2004. كنت قريب اما خروجي من النادي الافريقي هو اللي قلقني في حياتي. كيفاش؟ خاطرني في ستاد. خاطرني في ستاد وقتها. هاو؟ علاش ما يعيطوش من لاعبين ستاد؟ لا مش ما يعيطوش. جاءت ظروف هاو وقتها. اسلام هذا موضوع. نحن نعرف علاش. اخويا نوح. لا ودي مش على كيستيون توحل. راه المشكله يعني. معناها خاطرني في الستاد نبي نحن نفهمها فقط. خاطر وقتها ما زالت سخونه. خرجتي من الكلوب سخونه. يا عادش بيه شنو المشكل؟ دخل هذا في هذا؟ ما هوكا دخل هوكا دخل. معناها فما مسؤوليه من الكلوب وقتها اثروا باش ما تكونش موجود في المنتخب. ينجم. فما شكون كان ياثر على وجه الامير وقتها؟ مش على في اللي شوا نتاعو. لا 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 نقول لك ما تدخلنيش في الدغار هذا. علاش تو انا حموده بن عمار داخل في الحكايه؟ لا مش حموده بن عمار مثلا تو انا كي قلت ليسبيرونس لا ما تدخلش فيها الحكايه. ما مشيتش ل 2004 خاطر قلت ليسبيرونس. لا ما شنو حبيت انا اعطيتك لمحت لي انت اما انا قلت انا اعطيتك فرضيات ما قلتلكش راه كذا. ماكش متاكد معناها. شو انا كي نبدا متاكد من حاجه نقول لك يا اسلام راهي هذيك. انا كي قلت لك راهو صار لي مشكل ما بين اكس فريد عباس قلت لك راهو صار لي مشكل. انا اعطيتك فرضيات. واضح ينجم يكون معناها ينجم يكون كيما ينجم لا واضح كيما ينجم يكون شوا فمتي نتاع لومير هو راني مانيش كف
وهلاليني. وانت شنو انا تشوف؟ متقبل الشيرتين. وانت شنو تشوف؟ انا ما عندي ما نشوف. انا كان جي كان انا موجود مرحبا بيا، مانيش موجود زيد، تمنيت نكون موجود كذب على ربي حرام، وحبيت نكون موجود، مي الاقدار ما شاءتش. شنو قاعد نبكي على طليل؟ تحكي فرق. باهي، لعبت مع زياد الجزيري يا حمدي؟ لعبت معاه بيان سور. برشا تعرفه مليح زياد. بيان سور لعبت معاه. سمعت التسريب اللي خرج مؤخرا على الكلام اللي قاله زياد، وشويه نعرات جهويه نتاع العاصمه والساحل ونكره وجماعه العاصمه ما نحبوهمش حاجات كما هكا. باهي سامح، انا ساعة التسريب مراني ما سمعتوش. انا باش نسمع منك انت وباش نحكي على اللي باش تقوله انت. ما سمعتش بيه جمله. انا لا لا ما سمعتش الكونتوني نتاع نتاع الواحد نتاع الحديث نتاعو. اما انا واسمه رضوان الفارحي امي على الفيسبوك اصحاب، يعني فهمتني، يعني ريتو عمل لايف فيديو فيديو على الموضوع هذا وحكي فيه. بون ما دخلش في التفاصيل، مي سمعته شويه، فهمت شويه هكا الحكايه. بون على لين شنو، شنو الكلام بالضبط؟ انا ما نجم نحكم كان على كلام، تقول لي كلام نجاوبك عليه. شنو قال؟ قال ما معناها معناها ما نحبش ما نحبوش نحن السواحليه جماعه العاصمه، وسيرتو يحكي عن مكشخين بدرجه خاصه. هو يحكي في على شويه نعرات جهويه، معناها الكلام هو يحكي على مكشخين اون بريفي بالطبيعة. انا نظرتي انا ورؤيتي انا هو يحكي على مكشخين وهات الباقي. ما عندكش راي في الموضوع معناها؟ لا لا هات الباقي، قلت لك هات. ما نحبوش المكشخين، ما نحبوش جماعه العاصمه. هو هو شو زياد اليكم سا وديجا ولات له تيكيت تحكي تعرف به، حتى وقت صار في صار له مشكل مع شكري الواعر في التاسعه، فممكن بعد بعد فهمتني الفتره كبيره على التاسعه على الموضوع نفسه. يا ودي سيب عليك ما تدخلش في التخغر هذوما، خاطر ما عندهم وين باش يوصلوك انت ولا باش يوصلوا تونس. حكايه فارغه، راهو نحن اوني توانسه وكنا توانسه، حبه من حب وكره من كره، مكشخ ولا ماكش مكشخ، علاش؟ اخي ما عندوش اصحاب مكشخين وقتها. لا عنده، عنده اصحاب، حتى تكلم هو عنده اصحاب. يعني عندك اصحاب على الاقل فما مينيموم، ما خليك يعني بعيد على الحكايه هذوما. انا نقول انا ابعد على الحكايه هذوما، خليك لاهي في الاطوال ولاهي فمتي في فريقك، هذاك هو اهم راهو من المكشخين. باهي هاي شنو اللي زدته انت؟ انا نحب نفهم شنو هو يسال السؤال. باهي القناعه اللي عندك انت هان عرفناها وفهمناها، اي شنو اللي شنو اللي تصلح؟ اعطيني شنو صلحته؟ حتى شيء باش يتصلح، باش تصير تزيد مشاكل. كان انت عندك قرار تصلح به، فازي مرحبا بك، مش تقعد تكلم في كلامك هكا وتلبس به منه يمين يسار، وتقعد كان تشد واحد في تركينا المكشخين. يعني هو عنده مشكل مع الكلوبيستية مثلا، هو ما يحكيش على الكلوبيستية. علاش؟ خاطر فما حكايه، الحكايه اللي كنا نحكيو فيها نحن قبيله اللي صارت ما بين عثمان جنيح وفمت يسلم شيبوب في يوم ما، بدات من غاديك. وها هي الحكايه هذه، ها شنو الاثار نتاعها وين وصلت؟ الى يومنا هذا احنا قاعدين نشوفوا فيها. واه ما جاش مسالكش على الكلوب اليوم، كيفاش تشوف الفريق؟ شنو؟ على تفادي النزول نادي افريقيا يلعب، الوضعيه بصفه عامه مش على الماتش بالطبيعة ما شفناش. الوضعيه خاطر ما شفناش. والله شو انا من كل قلبي ان شاء الله الفريق يتربح وربي يوفقها. بالنسبه لي انا توا تروا ماتش نشوف النادي الافريقي ديفونسيفمون يعني تحسنت، يعني ولات واقفه وراكزه مليح. مي عندنا مشكل في الاوفونسيف، هذا هو المشكل نتاعنا. يعني توا يعني يقول لك نخلقوا فرص، بصراحه يعني مانيش ماهيش الفرص الكونكريتك الصحيحه صحيحه، فهمت؟ يعني ان شاء الله هذا يعني شنو باش يكون. فما عندنا قله قيمه نتاع لاعبين. يعني كاليتي اللي تعمل الديفيرينسا، ما نشكوش فيهم هما كلاعبين، راهم اللي موجودين يعطيهم الصحه واللي قاعدين يقدموا فيه والمجهود اللي يعملوا فيه وكل عرقه يعطيوا فيها النادي الافريقي نشكروهم عليها. لكن فما كاليتي معينه يلزمها تكون موجوده للنادي الافريقي. متسالو حيش يبدل شويه؟ فما اضافه تحس من فما اضافه صارت للنادي الافريقي قبل منتصر الوحيشي، هي البلوكاج اللي تنحى من لعبيه النادي الافريقي من عبد السلام اليونسي. هذا البلوكاج والهزج اللي كان في مخاخهم والهيئه اللي كانت معاه
فلوسهم مضمونه ماهيش مضمونه، كل مره يسمع في كلام، كل مره يسمع في حكايات، كل مره اشاعات، في كل مره الميكرو حمد. قرارات، كل مره قرارات، كل مره اشاعات، كل مره فهمتي يعني تحسهم فما بلوكاز صاير، ما همش عايشين في المجهول معاهم وقاعدين يتريناو في المجهول. البلوكاج ذاك اتنحى. شفنا دو بارتي مع قيس اليعقوبي الكلوب تحسنت فيه، ما ننكروش هذا. ومن بعد فهمت تنحى سي قيس، جاء منصار الوحيشي كمل الوضعي، عنده هو فكرته وعنده هو شيما نتاعو، ويعرف كيفاش يتصرف مع مع جوارات سيرتو في الكومينيكاسيون اللي تورقينا فيها بلوز موال. الكلوب بدات تتحسن، مي ديفونسيف تحسنت، اوفونسيف ما زالت. باهي خلينا نكمل معك حمد الحوار بجوز فقرات في اخر الحصه نتاعنا في تعفيس نعملوهم لو كويز. لو كويز مجموعه من الاسئله حمدي جاوبني بسرعه من غير برشا تفكير. شكون تعتبر اليوم احسن لاعب تونسي؟ احسن لاعب تونسي اليوم برشا عندنا بلاعب، ما فماش احسن لاعب، فما عندنا اللاعب اللي يعجبك اليوم. فما عندك حاتم الطرابلسي اليوم تونسي توا توا حاليا توا في بون والله بالنسبه لي انا والله ما لقيتش حاجه يعني فماش حتى لاعب يشد الانتباه يعني يعمل ديفيرنسا كبيره ياسر. والله بتاتر ممكن حمدي الهوني شويه هكا يعمل تونسي 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 سامح تونسي والله والله اسمه فما عندك ياسر جلاسي. ياسر جلاسي انا يعجبني، ما نقولكش احسن لاعب احسن مدافع يعجبني، احسن مدافع تونسي، احسن مدافع تونسي اكسيال. اكسيال خمم مش برشا عاد، ماش عندي وقت والله ما فماش حتى مدافع به في تونس. لا لا فما مش ما فماش اما ك ما استحضرتش تو. باهي شكون شوف لاعب احسن لاعب في تاريخ تونس؟ احسن لاعب في تاريخ تونس عندك برشا من سمي لي واحد اللي هكا يعجبك انت. اللي يعجبني عندك اسمه عندك زبير بي. زبير بي عندك حاتم حاتم احسن تربسي. مدافع خالد بدرة. باهي لاعب في بطولتنا تشوفه قادر ينجح في اوروبا، لاعب في البطولة التونسية قادر ينجح في اوروبا. صعيب شوية تو. فما حتى واحد. صعيب شوية. باهي مهاجم كنت تقرا له حصية قبل. اسمه بنزا كانديا تراوري. تونسي أنت؟ مهاجم هكا هو. بنزا. واحد بركا سي بون. شكون أقرب لاعب ليك؟ عندي يامل بن زكري، رمزي توجاني. احسن مدرب تونسي اليوم؟ احسن مدرب تونسي اليوم يعجبني جردة. مدرب احسن واحد دربت عنده؟ احسن مدرب دربت عنده اكسبرايا. مدرب عنده فضل على حمد المرزوقي؟ مدرب اي اكسبرايا. ماتش ما تنساش يقعد في بالك؟ فينال كوب دافريك كوباراب. هدف ما تنساهش؟ الزمالك وصفاقس. بونتو مزيان سجلته؟ صفاقس. بونتو تمنيت لو كان انت سجلته؟ بونتو فوز الرويسي كونتر الاسبيرانس في الدربي. في الدربي اللي هز بالراس. هز بالراس. اقوى جمهور في تونس بعد الكلوب؟ بعد الكلوب. خاطر باش تقول الكلوب باز بالطبيعة. بعد الكلوب الكلوب ومن بعد الكلوب الكلوب. وبعد؟ الكلوب. باهي أقرب جمعية ليك بعد الكلوب ما تجاوبنيش نفس الإجابة. أقرب جمعية؟ القلب بعد الكلوب. اللي نتفرج فيها؟ إيه. عندك ستاد، عندك سيابي. في الكلاسيكو نقولوا بين ليتوال إسبيرونس شكون تشجع؟ شكون تحب يربح؟ ما شكون يحب يربح؟ والله ليتوال. ليتوال احسن لاعب في العالم. تعرف علاش ليتوال ولا خاطر ماذا نحبها تقرب شامبيونام ياسر ماستر. احسن لاعب في العالم حاليا ولا توا؟ توا كريستيانو. مدرب في العالم زيدان. به اخر فقره في الحصه نتاعنا باش تكون الكويز الساعه كانت هذه الكويز ثم اخر فقره ليكيب تيب. ليكيب تيب باه
حمدي باش تحط لي روحك انت قلب دفاع وتختار لي شكون احسن 10 ملاعبيه تعمل بيهم تشكيلتك في تاريخ تونس. في تاريخ تونس؟ اي به بدرة، حاتم تربلسي، شكون جول على قبل بلاش جول تلعب؟ بلاش جول، بو بكر، بو بكر الزيتون، لله محمد رسول بدرة الله، وحاتم وعلي سا، كلايتون، اها، بازيزي، اها، قيس الغزبان، اي، ماهر كنزاري، اها، فوزي الرويسي، اي، شكون اخر؟ شكون اخر؟ مازالو زوز، مازالو زوز، هاني نتذكر فيها. زبير بيا، ما قلتوش زبير، ما قلتوش، اي، مازال واحد تو، مازال واحد، علي زيتون، وعلي زيتون، كانت هذه ليكيب تيب. ليكيب تيب. يعطيك الصحة حمدي، شرفنا بحضورك اليوم بحضرنا سويعتين تعدوا في صحة. شرفنا بيك وبالمستمعين والحمد لله، وان شاء الله ان شاء الله نشوفك مدرب على قريب. والله ان شاء الله اذا حس ما عينكش، والله ان شاء الله مانيش والله يا اخي اهتمامي ماكش موتيفي من لا لا بالعكس يعني نحب مش ما نحبش، اما كي تبدا حاجه فهمتني على قد على مقياس الاحترام اللي انا فيه. تك صحه، شكرا لك انس الجويني في الاخراج، ايضا ناصر الساكري في الاخراج الرقمي، اجمل تحيات اسلام.